نختم جولتنا في الفقرة التحليلية من صحيفة اليوم التالي، ومنها نطالع جهود قطرية في واشنطن لشق اسم السودان من قائمة الإرهاب. في تفاصيل هذا الخبر بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر خالد بن محمد العطية والمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحث السبل الكفيلة بشطم اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويقبع السودان في قوائم الدول الراعية للإرهاب منذ العام 1993 وراء سلوكيات نظام المخلوع البشير. وفي الصدد التقى العطية بمساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية العسكرية كلارك كوبر، وتباحث حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها. بداية أستاذ درة، هل ستسفر جهود الدوحة في إحداث اختراق بشأن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ هو بالتأكيد هي جهود أعلن عنها في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة، وبالتأكيد هي حسب العلاقات، وفق العلاقات الممكنة والمتاحة ما بين قطر والولايات المتحدة يمكن أن تدفع بها، لكن لا بد من قيام السودان بخطوات أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية سلفا. هو موضوعين: موضوع السلام، تطوير جهود تحقيق السلام في السودان يتعلق بدارفور والمناطق الثلاث، قضية معلومة قديمة ومتجددة عند الأمريكان، والشق الثاني وهو الأهم تطور حالة حقوق الإنسان في السودان. حالة حقوق الإنسان في السودان قضية مفصلية وحاسمة، وأعتقد أنها تعهد أساسي للثورة وحكومة الثورة، لكن ما زلنا نرى أن هنالك عقبات ما زالت تكتنف المسير. شرطة، ما زالت القوات الحكومية تطلق الغاز المسيل على الدموع على المواطنين بين الفينة والأخرى، ما زالت يعاني المواطنين من انتهاكات مستمرة. أعتقد أن مسألة إعادة تأهيل القطاعات العسكرية للتعامل مع ملف حقوق الإنسان وقضية حقوق الإنسان كمبدأ أساسي وكجزء من مهام هذه القوات، ما لم يتم التعامل مع هذا الموضوع بجدية سنعاني كثيرا ولن نصل إلى نتيجة. نعم، طيب هل الآن بعد الكثير من التصريحات لمسؤولين في الحكومة السودانية وحتى الإدارة الأمريكية، هل أصبح السودان الآن قريبا من الخروج من هذه القائمة، قائمة الدول الراعية؟ كما قلت، هذا رهين بهذه القضايا. أيضا متوقع أن يزور رئيس الوزراء واشنطن في الفترة المقبلة حسب تصريحات وزير المالية بعد عودته. أعتقد أن أجندة اللقاء مع الإدارة الأمريكية ستحدد قصر أو طول المدة التي سيخرج بها السودان من هذه القائمة. طيب، هناك من تحدث عن أن تسليم المخلوع واحدة من الشروط التي تشترطها الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو ومن معه، فهل هذا الأمر صحيح؟ لم يؤكد أحد بشكل رسمي هذا الأمر، لكن كما قلت النقاط التي أعلنتها الولايات المتحدة هي التي سيتم التعامل معها بجدية وبشكل رسمي. طيب، برأيك ما هي خارطة الطريق المطلوبة للحكومة الانتقالية لحسم هذا الملف حتى اللحظة؟ مطلوب من الحكومة طبعا بالتأكيد الوفاء بهذه المتطلبات، إضافة هل يمكن الوفاء بهذه المتطلبات؟ بالتأكيد هذه الحكومة هنالك ثورة أتت من أجل هذه القضايا بشكل أساسي، السلام وحقوق الإنسان، إضافة طبعا الوضع الاقتصادي، وده شأن داخلي يخص السودان لا يهتم العالم به كثيرا. لا أعتقد أن العالم يهتم به كثيرا، وإن كان يهتم به في إطار ما يؤثر عليه من في قضايا أخرى كالهجرة أو. طيب، هل الآن هناك انتهاكات في حقوق الإنسان الآن في السودان؟ هذا السؤال الذي يجب أن يطرح. بعد قبل ثلاثة أيام كنت مع صديقة في جامعة تعمل بجامعة الخرطوم، كان هنالك إطلاق كثيف للغاز المسيل للدموع. أمس التظاهرات التي خرجت عقب وفاة الجندي نزار النعيم عليه رحمة الله في القاهرة، خرجت مظاهرات في شارع 40 أمس ليلا أطلق عليها الغاز المسيل للدموع وبكثافة. نعم، طيب، هنا أيضا تساؤل: ما هي الفائدة التي سيجنيها السودان بعد أن ينتقل من هذه القائمة ويخرج منها؟ بالتأكيد رفع العقوبات لديه تأثيرات كبيرة في جذب الاستثمارات الاقتصادية، في رفع الحظر عن كثير. وطبعا هو رفع السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب لأنه رفعت العقوبات الاقتصادية. لا، سيسهم هذا أيضا في التعامل الاقتصادي معه، سيجتذب استثمارات. الدول لا تتعامل، المستثمر لا يعرض نفسه لعقوبات التعامل والتورط مع دولة ترعى الإرهاب، سيتهم ببساطة أنك تمول الإرهاب.
بهذا أو تساعد على تمويل الإرهاب إن كنت تدري أو لا تدري، ستكون متهم تحت هذه الدائرة، يعرض له مخاطر جمة منها تجميد الأرصدة. ملف مكافحة الإرهاب هذا بالمناسبة من ملف حاسم جدا جدا ولا تهاون فيه لدى السلطات الأمريكية ولدى العالم الأول بشكل عام. نختم بأن نسأل، هل تتوقعي في القريب العاجل أن يتم رفع اسم السودان من قائمة دول راعي الإرهاب؟ أعيد ما قلت، هذا يعتمد على المطلوبات التي أعلنت وعلى أجندة الزيارة الأمريكية، الزيارة المتوقعة لرئيس الوزراء حمدوك إلى واشنطن.